السؤال اللي بعد كده بيقول لي square root x plus 2 minus 2 over x square over minus 4. كل الفانكشن دي عايز الليمت لما الـ x tend to 2. هنعمل ايه؟ احنا قلنا لما يبقى عندنا square root و minus او plus اي حاجة مش square root بس لازم اضرب في الكونجيجيت، او دي طريقة يعني احل بيها. فانا لما اجي اضرب في الكونجيجيت هلاقي هنا ان الكونجيجيت بتاع الترم ده نفس الكلام ده، بس الفرق ان هنا بالبوزيتيف بدل ماينس. فهنيجي نقول له ليميت، طبعا كل ده بعد ما عوض تعويض مباشر، لازم الاول اعمل تعويض مباشر، هيطلع لي 0 اوفر 0. فهيبقى هنا ليميت اكستند تو 2 ليميت سكوير روت x plus 2 minus 2 over x square minus 4. كل ده هضربه فيه square root x plus 2 كل plus 2 over نفس الشكل ده square root x plus 2 كل plus 2. طيب لما نيجي نضرب الجزئين دول في بعض، هنضرب الاول في الاول كأني بضرب x plus 2 في x minus 2. دي هتبقى x سكوير بوزيتيف في نيجاتيف نيجاتيف، وبعد كده 2 في 2 ب 4. فانا هعمل نفس الكلام هنا، هضرب الاول في الاول ماينس الثاني في الثاني، فهيطلع لي ليميت x تند تو 2 الاول في الاول اللي هي سكوير روت حاجه في سكوير روت نفسها، يبقى السكوير روت هيروح، هيتبقى لي x بلس 2. بعد كده ماينس في بلس بماينس 2 في 2 ب 4 اوفر x سكوير ماينس 4 في الشكل ده هيفضل زي ما هو، بس انا ممكن احلل كمان x سكوير ماينس 4 دي، هتطلع لي x ماينس 2 في x بلس 2، والترم التاني زي ما هو اللي هو ده في سكوير روت x بلس 2 الكل بلس 2. هاجي افك الجزء اللي فوق ده هلاقيه بيساوي x ماينس 2، وعندي تحت x ماينس 2 هيروحوا مع بعض، يعني الترم ده كله راح، هيتبقى لي فوق واحد، هشيل بقى تحت كل x احط مكانها 2، فهيبقى ده هيبقى 2 زائد 2 في جذر 2 زائد 2 الكل زائد 2، هيطلع لي 1 over هنا 2 times 2 ب 4، وهنا square root 4 ب 2 plus 2 يبقى 4، 4 times 4 ب 16، يبقى الناتج عندي هو 1 over 16. السؤال اللي بعد كده x square cosine 1 over x. طيب هل انا عندي حاجة تسهل عليا؟ ايوة، انا قلت من الحاجات اللي انا ممكن اشتغل بيها squeeze theorem. ايه هي squeeze theorem وايه فكرتها؟ هقول له هنا by using squeeze theorem، دي اللي هي شكلها عامل ازاي. باخد الكوزين او الساين ايا كان، هي عندي كوزين ولا ساين، هقول له sense كوزين الانجل اللي جوه ثابته زي ما هي موجوده عندي، الكوزين الرينج بتاع الكوزين كام، هلاقي ان الكوزين محصوره بين نيجاتيف 1 و 1. الكوزين دايما اكبر من سالب 1 واقل من الواحد، او الساين اكبر من سالب 1 واقل من 1، يعني مهما عوض هنا عمرها ما هتقل عن سالب 1 ولا هتزيد عن 1. عايز اوصل لايه؟ عايز اوصل لان الشكل اللي عندي ده الفانكشن اللي عندي تبقى اكبر من حاجه واقل من حاجه هنا اللي هنا واللي هنا، ده الشرط ان يبقى الحاجه اللي هي اكبر منها تبقى هي بتساوي الحاجه اللي اقل منها. لو وصلت لده يبقى هو ده الليمت بتاعي. طب هنوصل لها ازاي؟ هبص للكوزين 1 اوفر اكس مضروبه في مين؟ في اكس سكوير، يبقى هضرب كل الانيكواليتي دي في اكس سكوير، فهتبقى اكس سكوير كوزين 1 اوفر اكس هنا الاكس الكوزين
1 اوفر اكس مضروبه في مين؟ في اكس سكوير. يبقى هضرب الانيكواليتي دي كلها في اكس سكوير، فهتبقى هنا اكس سكوير كوزاين 1 اوفر اكس اكبر من واقل من نيجاتيف 1 في اكس سكوير بنيجاتيف اكس سكوير. 1 في اكس سكوير، ال1 دي في اكس سكوير، هيطلع لي هنا اكس سكوير. بعد كده بعد ما خلصت الجزء ده هلاقي موجود هنا ليميت لما الاكس تند تو زيرو، يبقى هقول له هنا ليميت لما الاكس تند تو زيرو اكس سكوير كوزين 1 اوفر اكس اقل من او يساوي اكبر من او يساوي. طيب هنا هدخل الليميت على الجزء ده، هيبقى ليميت نيجاتيف اكس سكوير لما الاكس تند تو زيرو، وده هيبقى ليميت x سكوير ما الـ x تند تو زيرو. بعد كده هعمل ايه؟ هبدأ اجيب احل الجزء ده واحل الجزء ده. الليمت ده هينزل زي ما هو x تند تو زيرو x سكوير كوزين 1 اوفر x. هنا ليمت نيجاتيف x سكوير لما الـ x تند تو زيرو هعوض تعويض مباشر، هشيل الـ x احط مكانها زيرو هتطلع بزيرو. هنا برضو هشيل الـ x احط مكانها زيرو هتطلع بايه؟ بزيرو. بقيت عندي الليمت دي اكبر من زيرو واقل من زيرو، واحنا قلنا ان الشرط بتاعي ان الجزء اللي الناحية دي هو نفس الجزء اللي الناحية دي، وطلع متحقق اهو. يبقى الليمت هنا بتساوي كام؟ الحاجة اللي طلعت لي اللي هي الزيرو. دي فكرة سكويز سيرم. طيب الفكرة اللي بعد كده بيقول لي ليمت لما الـ x تند تو 1 5 مودولوس x minus 1 over x سكوير plus x minus 2. لو انا شلت كل اكس حطيت مكانها واحد هيطلع لي 0 اوفر 0. طب ايه بقى الفكره بتاعه المساله دي؟ عندي هنا مودولوس. المودولوس دي بتفيدني بايه؟ مش المودولوس بيقسم الفانكشن لجزء بوزيتيف وجزء نيجاتيف؟ هنيجي نقسم الفانكشن دي، هنقول له هنا ليميت اكس تند تو 1 5 مودولوس اكس ماينس 1 اوفر x سكوير بلس x ماينس 2 ماله بقى بيساوي حاجتين، يا اما بيساوي الجزء ده بالبوزيتيف او بيساوي الجزء ده بالنيجاتيف. فهيبقى بالبوزيتيف 5 في x ماينس 1 على الجزء اللي تحت زي ما هو x سكوير بلس x ماينس 2، يا اما هيساوي ده بس بالنيجاتيف فهيبقى نيجاتيف 5 في x minus 1 over x square plus x minus 2. وبعدين طيب في الحالة دي امتى والحالة دي بتتحقق امتى؟ الحالة دي لو هي بوزيتيف لما ال x اكبر من الحاجة اللي بتخلي الترم ده بزيرو، يعني الحاجة اللي جوه المودلس الحاجة اللي بتخليها زيرو هي دي اللي هقول اكبر منها او اقل منها. يعني هنا ايه الحاجه اللي بتخلي الترم ده بزيرو؟ الواحد. يبقى الاكس لما الاكس اكبر من او يساوي واحد، وهنا لما الاكس اقل من الواحد. هبدا احل ازاي؟ ان انا هاخد ليميت اللي فوق وليميت اللي تحت، ولو الاثنين متساويين يبقى الفانكشن ليها ليميت، لو مش متساويين يبقى الليميت doesn't exist. هعمل ايه؟ هاخد الجزء اللي فوق لوحده هقول له ليميت لما الاكس تند تو 1 بوزيتيف، يعني الجزء الموجب للواحد يعني اكبر من الواحد، للفانكشن 5 في x minus 1 over x square plus x minus 2. هنحللها بقى بالمره x و x والاثنين واحد في اثنين والاثنين بوزيتيف والواحد نيجاتيف. عايز اجيب الليمت للجزء ده، واحنا خلاص عملنا فاكتورايزيشن، هلاقي ان في فوق اكس ماينس 1 وتحت اكس ماينس 1 راحوا مع بعض، هيتبقى لي ليمت 5 اوفر اكس بلس 2 كل لما الاكس تند تو 1. هشيل الاكس بقى على طول احط مكانها واحد، فهيبقى 5 فوق اوفر 1 زائد 2 ب 3 يبقى 5 اوفر 3. هنشوف بقى الجزء النيجاتيف لو بيساوي 5 over 3 يبقى انا الليمت موجود، لو مش بيساويها يبقى الليمت doesn't exist. هنقول ليمت
اكس تند تو 1 نيجاتيف، 1 نيجاتيف يعني الجزء الاقل من الواحد اللي هو نيجاتيف 5 في اكس ماينس 1. على نفس الكلام برضو هحلل الفراكشن اللي تحت الفانكشن اللي تحت دي، فهتبقى اكس ماينس 1 في اكس بلس 2. هلاقي عندي ان في فوق اكس ماينس 1 واكس ماينس 1 راحوا مع بعض، هبدا اعوض تعويض مباشر بالواحد، هيبقى نيجاتيف 5 اوفر 1 بلس 2 يعني نيجاتيف 5 اوفر 3. هل الاثنين دول متساويين؟ لا مش متساويين، فهقول له سنس ليميت اكس تند تو 1 بوزيتيف اف اوف اكس لا يساوي ليميت اف اوف اكس لما الاكس تند تو 1 نيجاتيف، زين the limit doesn't exist. دلوقتي عايز limit f of x لما ال x tend to 0، و f of x دي عبارة عن piecewise function يعني function متقسمة لجزئين، الجزء الأول 2x plus 1 لما ال x أكبر من أو يساوي 0، و 1 over x square plus 1 لما ال x أقل من الزيرو. لما يبقى عندنا فانكشن متقسمه لجزئين بجيب ليميت الجزء الاول وليميت الجزء الثاني واشوفهم متساويين ولا لا. فهنقول له ليميت 2x plus 1 لما الاكس تند تو 0 بوزيتيف يعني الجزء البوزيتيف من للزيرو، يعني عرفنا منين هنا الاكس اكبر من الزيرو يعني 0 بوزيتيف، هنا الاكس اقل من الزيرو يعني 0 نيجاتيف. فهنجيب قيمة ده، هنعمل ايه؟ هنعمل تعويض مباشر عن كل اكس بالنوت اللي هو مديهالي او البوينت اللي هو مديهالي. فهنشيل كل اكس نحط مكانها 0، هيبقى 0 بلس 1 بيساوي 1. طب الجزء الثاني ليميت اكس تند تو 0 نيجاتيف، 0 نيجاتيف يعني اقل من الزيرو اللي هي شكل الفانكشن دي، 1 على اكس سكوير بلس 1 بيساوي، هنشيل كل اكس برضو نحط مكانها 0، فهتبقى 1 اوفر 0 سكوير ب 0 بلس 1 بقت 1 على 1 بتساوي 1. هنيجي نشوف هنا هنلاقي ليميت f of x لما ال x تند تو 0 بوزيتيف بيساوي ليميت f of x لما ال x تند تو 0 نيجاتيف، من هنا زين ليميت f of x كلها لما ال x تند تو 0 بس exists at 0، موجودة عند الزيرو. طيب السؤال اللي بعده عاوز limit لما ال x tend to infinity 2x square plus 1 تحت الروت over 5x minus 3. طيب دي هنجيب لها الليمت ازاي؟ في ناس هتيجي تقول لي هنضرب في الكونجيجيت. طب هل انت تعرف تجيب الكونجيجيت لده؟ لا مش هينفع. فاحنا عندنا احنا قلنا لما اديت لكم هنت قبل كده وقلت لما تبقى الاكس تند تو انفينيتي او نيجاتيف انفينيتي وفي فراكشن واكس فوق واكس تحت بقسم على اكبر باور. طيب اكبر باور هنا كام؟ في ناس هتيجي تقول لي اكس سكوير. طيب اكس سكوير دي تحت الروت يبقى هتطلع بره الروت بايه؟ باكس بس. يعني لو عندي سكوير روت اكس سكوير دي هتساوي اكس، يبقى اكبر باور عندي هو الواحد، يبقى هقسم على اكس بسط ومقام، فهتبقى بتساوي ليميت اكس تند تو انفينيتي هقسم على اكبر باور بقى اللي هو الاكس. طيب الاكس دي لما اجي ادخلها تحت الروت برضو هتدخل بسكوير، يعني انا لما اجي اطلع اكس سكوير من تحت الروت هتطلع باكس بس، اجي ادخلها تحت الروت تاني هتبقى بسكوير، فهنقسم على اكس سكوير تحت الروت اما في العادي اكس بس، يبقى 2x سكوير over x سكوير plus 1 over x سكوير over 5x over x minus 3 over x. هبدأ اختصر، x سكوير راحت مع x سكوير والx راحت مع الx، هيتبقى لي limit x tend to infinity الجزء اللي فوق خلاص x سكوير راحت مع x سكوير يبقى لي 2 plus 1 over x سكوير على 5 في x على x يعني x على x بواحد يبقى 5
ناقص 3 على اكس. بعد كده هنشيل كل اكس نحط مكانها انفينيتي، هتبقى سكوير روت 2 بلس 1 اوفر انفينيتي على 5 ماينس 3 اوفر انفينيتي. خلي بالكم ان اي حاجة اوفر انفينيتي بزيرو، يعني دي بزيرو ودي بزيرو. بقى الشكل اللي عندي سكوير روت 2 بلس 0 على 5 ماينس 0. 5 ماينس 0 ب 5، خليها بالخطوات عشان زمايلكم اللي مش فاهمين، وفوق 2 بلس 0 فهتبقى فوق 2 بلس 0 يبقى ب 0 يبقى فوق سكوير روت 2 وتحت 5، يبقى الليمت بتاع الفانكشن دي هي سكوير روت 2 اوفر 5. دلوقتي عايز ليميت لما الاكس تند تو زيرو كوزين ام اكس ماينس كوزين ان اكس اوفر اكس سكوير. مينفعش ان انا اوزع اكس سكوير اقول دي على اكس ودي على اكس، كده غلط. فلو انا هوزع هتبقى دي على اكس سكوير ودي على اكس سكوير. الحاجة اللي هقدر احل بيها ان انا اضرب في كونجيجيت الجزء اللي فوق دي. الكونجيجيت بتاع ده هو كوزين ام اكس زائد كوزين ان اكس، وهقسم عليه برضو هيبقى كوزين ام اكس زائد كوزين ان اكس. طب وبعدين اخدت انا ان من خواص الليميتس اني اقدر اوزع الليميت على الضرب او القسمة. طب قبل ما اعمل كده هضرب الاتنين كونجيجيت دول في بعض، هيساوي ليميت لما الاكس تند تو زيرو كوزين ام اكس في كوزين ام اكس يبقى كوزين سكوير ام اكس، بوزيتيف في نيجاتيف بنيجاتيف، كوزين ان اكس في كوزين ان اكس يبقى كوزين سكوير ان اكس، الكل ده على اللي تحت زي ما هو هيبقى اكس سكوير في كوزين ام اكس زائد كوزين ان اكس. احنا قلنا من شويه ان احنا نقدر نوزع الليمت على الضرب والقسمه، فاحنا هنجزئها، هنخلي الترم ده لوحده والترم ده لوحده، هيبقى limit x tend to 0 cosine square mx ناقص cosine square nx over x square في limit x tend to 0 واحد على cosine mx زائد cosine nx. طيب ايه الحاجة اللي انا اقدر احل بيها؟ اخدنا من شوية ان limit لما الاكس تند تو زيرو ساين اكس على اكس بتساوي واحد. طب هل انا عندي هنا حاجة فيها ساين سكوير؟ لا، بس في كوزين سكوير اقدر اجيب منها ساين سكوير. من الرول بتاعة الدوال المثلثية ان انا اقدر اخلي كوزين سكوير دي ساين سكوير. ازاي؟ كوزين سكوير ام اكس بيساوي واحد ناقص ساين سكوير ام اكس، اللي هي كوزين سكوير زائد ساين سكوير بيساوي واحد. اجيب منها بقى الريليشن بين الكوزين سكوير والساين سكوير، هتبقى بتساوي ليميت اكس تند تو زيرو كوزين سكوير اللي هي واحد ناقص ساين سكوير، والانجل زي ما هي، ادي اول جزء، ناقص كوزين سكوير ان اكس اللي هي واحد ناقص ساين سكوير ان اكس، كل ده على اكس سكوير. وبعدين الجزء التاني زي ما هو، limit x tend to 0 1 over cosine mx زائد cosine nx. طب وبعدين الجزء ده عندي هنا 1 و minus 1، ما هو النيجاتيف ده هيتضرب في الجزء ده، هتبقى دي نيجاتيف ودي بوزيتيف، تمام؟ فهنا نيجاتيف 1 راحت مع 1، هيتبقى لي هنا نيجاتيف ساين ام ساين سكوير ام اكس، وهنا بوزيتيف ساين سكوير ان اكس. هبدا اوزع الاكس سكوير دي على الاثنين دول، هتبقى بتساوي ليميت اكس تند تو 0، وهوزع طبعا الليميت عليهم الاثنين، هتبقى ليميت اكس تند تو 0 ساين سكوير، بناخد البوزيتيف بقى الاول، ان اكس على اكس سكوير ماينس لان هنا ماينس ليميت اكس تند تو 0 ساين سكوير ام اكس على اكس سكوير.
طب والجزء التاني ده مش ممكن احله بالمرة؟ هحله بقى في هنا، هنشيل كل اكس نحط مكانها زيرو، هتبقى 1 اوفر كوزين 0 زائد كوزين 0، كوزين 0 بواحد، كوزين 0 بواحد زائد كوزين 0 بواحد، يبقى كل ده 1 على 2 هيساوي. هنا الرول دي لازم الباور ده، احنا قلنا من شوية ان الليمت من خواصها ان انا اقدر ادخلها جوه الباور، فهنا علشان ادخل دي جوه الباور لازم تحت يبقى في ان سكوير. ليه؟ لان هنا الانجل بتاعت الان كانت سكوير، فلازم يبقى تحت هنا الانجل بتاعت الساين سوري ان اكس، يبقى لازم يبقى في تحت ان اكس، بما ان الفانكشن كلها سكوير فلازم يبقى تحت ان سكوير، يبقى هضرب في ان سكوير وهقسم على ان سكوير. نفس الكلام هنا لازم يبقى فتح تحت في ام، وعشان هنا سكوير يبقى لازم ام سكوير وبره في ام سكوير. طيب الجزء ده كله بيساوي واحد من الرول دي، فان سكوير في واحد يبقى بان سكوير. ماينس ام سكوير برضو في واحد تبقى بام سكوير. في واحد على واحد زائد واحد يعني واحد على اتنين، يبقى الحل كله هيساوي واحد على اتنين في ان سكوير ماينس ام سكوير، يبقى ده الناتج بتاعي.